استمر الله أكبر. القصف الهمجي على أحياء حمص حيث المحاصرة، الحديث على حي باب هود وجرت الشياح والقرابيس بمختلف أنواع الأسلحة، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية وفي المنازل والأبنية. كما يعاني الأهالي من ضيق في سبل العيش وفي أبسط مقومات الحياة من ماء وطعام. أحد أحياء حمص المحاصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. شو عم تعمل؟ مثل ما شفت عينك عم طالع مي بالبير لأنه ما في عندنا مي. الله لا يوفق إن شاء الله الأسد، حرمنا من المي. بس ولكن الله كبير. ما في مي عامة بالشبكة؟ والله ما في مي. ويحاول الأهالي المحاصرون التماشي مع الظروف وسد النقص الحاصل والاعتماد على الذات عن طريق الخبز على التنور. أخي هاي المغذي تبعتنا هون، بنعجن نخبز نسخن مي ونطبخ هون. شفت عينك، لأنه ما في عنا لا غاز ولا مازوت من زمان ما عنا. وفي ظل هذه الأيام التي يعيشها المحاصرون من موت ودمار، فقد عمد النظام إلى تجويعهم أملا في كسر شوكتهم، حتى لجوا إلى أوراق الأشجار والحشائش والنباتات ليطعموا بها أنفسهم وأطفالهم. وضع الأكل سيء والله يا أخي. اول شغله كنا نفوت على البيوت المقصوفه مدبره مشان اكل وشرب، ما عم نلاقي. كان اول تا اكل تا شرب تا سكر رز، هلا لا رز عم تلاقي ولا سكر ولا طحين، تري حتى البرغل خف وما لنا غير الله. وشو يعني لقمة الحالي؟ برغل شوية ربع فجي زرعناهم، شوية بقدونس زرعناه، متحاصين مشتهي اكل بيضة، مشتهي اكل حليب، مشتهي اكل بندورة، طحين ما عاد عندنا مثل قبل. متحاصين النشا سنة ونص هون بتحصلين بحمص القديمة. أما بالنسبة للثوار فما زالوا صامدين على الجبهات ويقاومون بأسلحتهم البسيطة أعتى آلات الدمار، ويصدون محاولات الاقتحام اليومية على جميع المحاور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وما رميت وإذ رميت لكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.